الآن سؤال: هل أرزاق الناس وحظوظهم في الحياة مقدرة من الله يؤتي كل إنسان منها حظه، أم أرزاق الناس على قدرة سعيهم وأعمالهم بحسب استحقاقهم؟ معونة الله لا تعني أن الإنسان يكسل ولا يعمل ويقول الرزق من عند ربنا، كما إن الله يجازي كل واحد حسب أعماله في العالم الأخير، كذلك ممكن يجازى كل واحد حسب أعماله في هذه الدنيا، وكل واحد يأخذ على حسب قدر تعبه، زي ما بيقول الكتاب كل إنسان ينال أجرته بحسب تعبه. نعمة ربنا بتشتغل لكنها ليست مجالا للكسل. واحد عايز تفسير الآية اللي بتقول كل ما تريد أن يفعل الناس بكم أفعلوا أنتم أيضا به، يعني أنت تحب أن كل الناس يعملوا معك خير، عشان كده اعمل خير مع كل إنسان زي ما تحب أن كل إنسان يعمل معك خير. كذلك تحب انك انت لو غلطت في واحد يغفر ليك ويسامحك، انت ايضا اذا غلط فيك حد سامحك، زي ما بيقول الكتاب اغفروا يغفر لهم، ان غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم ابوكم السماوي زلتهم. انت ما تحبش ان الناس يتكلموا عليك بالشر ويمسكوا سيرتك، عشان كده ما تمسكش سيرة الناس، لأن ما تريد أن يفعل الناس بك افعل أنت أيضا، وهكذا من كل ناحية. واحد بيقول لماذا تزوج إبراهيم من قطورة؟ مش عاجبه يعني الكلام ده، بيلوم أبونا إبراهيم. يبقى انت لما تطلع فوق ما تروحش في احضان ابونا ابراهيم، ما دام بتلومه خليك في حالك وهو في حاله، هترجع وتقول اتاسفت وهروح لاحضان ابراهيم. وبعدين يقول وهل يليق بداود رجل الصلاه ان ياتي له بحاضنه وهو رجل مسن؟ كان داود قد فقد الحراره في جسده، يعني وصل لدرجة ما بقتش فيه حرارة في جسده، فالحاضنة دي كانت تعتبر زوجة له أيضا ولم يعرفها، يعني فضلت كما هي بتول، لكن كان فقط حرارة جسده. أنا مش عارف ليه الناس قاعدين ينتقدوا الأنبياء وينتقد إبراهيم وينتقد داود. يا ابني ده احنا ما نطولش تراب رجليهم، خليك عاقل. مش عاجبه داود. لو انت بقيت في هذه السن او في هذه الصحة وفقدت الحرارة الكاملة من جسدك، تبقى تحس ايه اللي حصل وقتها. واحد بيقول عندما صارع يعقوب الله والناس في تكوين 32، هل كان الابن الأقنوم الثاني للثالوث الذي نؤمن به جسدا ملموسا أم يرمز مش عارف ايه إلى الناس، أي الناس بأي صورة؟
يعقوب نفسه قال إني رأيت الله وجها لوجه. طبعا ما فيش حد رأى الله الآب، لأن قيل في يوحنا 1:18 إن لم يره أحد قط، الابن الوحيد في حضن الآب هو خبر. فكل الرؤى التي في العهد القديم كانت للابن، وممكن يتخذ أي صورة، ممكن يتخذ صورة ملاك، يتخذ صورة إنسان إلى آخره، لكن لا يكون هذا تجسدا، لأنه تجسد من العذراء والعذراء لم تكن قد ولدت، لكن في شبه إنسان، في شبه ملاك، حاجة زي كده. واحد بيقول كيف، بيقول ورد في تثنية 25:5 أن الرجل يمكن أن يتزوج من امرأة أخيه، فلماذا تغير هذا في العهد الجديد وأدى إلى استشهاد يوحنا المعمدان؟ أرجو أنك أنت لا تأخذ الأمر من الناحية الظاهرية بدون عمق، إنما اقرأ إيه اللي ورد بالضبط في تثنية 25:5. بيقول إذا سكن أخوة معه ومات واحد منهم دون أن ينجب نسلا، شوف الشرط، ومات واحد منهم دون أن ينجب نسلا، فامرأة الأخ المتوفي لا تصير لآخر، يأخذها أخوه ويتخذها زوجة ليه، والابن البكر منه يدعى باسم أخيه، عشان هذا الأخ لا ينتهي اسمه من الشعب. فيبقى عندنا شرطين، أول شرط واحد مات بدون نسل، فعشان اسمه لا ينقرض أخوه يتجوز مراته، والابن البكر يعتبر ابنا للأخ المتوفى. أظن الشرطين دول مش موجودين هنا أبدا، مش ممكن. ما يستطيعش واحد يخلف ابن ويأيده في شهادة الميلاد بأنه ابن الأخ المتوفى، يبقى تزوير في أوراق رسمية ويتحاسب عليها قانونا، وما يقدرش يقول إن هو ابن فلان اللي مات وابنه بعد موته، مش ممكن. كمان السبب القديم إن الأسباط لا تفقد أملاكها، فيبقى كل سبط زي ما هو، وأيضا كل عيلة وكل عشيرة زي ما هي، وما ينتهيش اسمه، دي مش موجودة حاليا، فالسبب انتفى. ولذلك هذا الأمر بالذات اللي موجود في تثنية 25 شرحه الرب لما سأله الصدوقيون الذين ينكرون القيامة، سألوا المسيح بقصد إحراجه في متى 22، واضح الكلام هو هو، شوف قال له إيه، بيقول في ذلك اليوم جاء إليه الصدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين يا معلم، خلي بالكم الكلام، يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد، شوفوا الكلام، مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه، نسلا لأخيه. فكان عندنا 7 أخوة وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل، هذا الشرط، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه لغاية الآخر. وموجود نفس الكلام في مرقس 12 وفي لوقا.
بالنسبة ليوحنا المعمدان لم يحدث ان هيرودس مات له اخ ولم يترك نسلا، ده بالعكس، ده هيرودية كان ليها بنت سالومي بنت الرجل الاخ، فما دام له اخوات يبقى العمليه ما لا تجوز، ما دام له ولاد ولاد اخ يبقى ما تتمش. فيوحنا المعمدان قال له ما تنطبقش عليك، لا يحل لك. في واحد هيخلف ولد يقول ده مش ابني، ده ابن اخويا اللي مات، دي هتعقلوها؟ يقول ده مش ابني، ده ابن اخويا اللي مات. وبعدين يجي واحد يقول ايه، وللأسف بعض الآباء قالوا كده كلام يعني يرد عليه الكتاب المقدس، بيقول أصلح واحد لتربية ولاد الأخ هو أخوه، ده الكتاب يقول ما دام في ولاد أخ يبقى لا يجوز الزواج، وما دام عايز يربي ولاد أخوه، ما دام أخوه له ولاد يبقى لا يجوز، ما ينطبقش الكلام. بيقول إذا مات أحد وليس له ولد، وكمان عشان يربي ولاد أخوه لازم ياخد مراته، طب ما يربيهم من بعيد لبعيد، ليه يعني ياخد مراته ليه؟ يعني كلام ملهوش معنى. فما فيش تغيير أبدا في العهد الجديد، الحكاية هي هي. وأنا نشرت عن الحكاية دي كلام كتير، وشرحت الكلام اللي وجد في الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الحديث، وشرحت قوانين الكنيسة التي تمنع هذا، قوانين المجامع وقوانين باسيليوس الكبير الذي نصلي بقداسه، وخاصة قانون رقم 76 و87 وبيبدع دي تماما. ومن له أذنان للسمع فليسمع. واحد بيقول أنا شاب أرثوذكسي أمارس أسرار كنيستي، ولكنني مدرس مدارس أحد في إحدى الكنائس البروتستانتية، فهل ترشدني بالاستمرار؟ انا مش عارف ايه اللي خلاك تدرس هناك، يعني هم انتدبوك ولا انت تطوعت ولا انت ماشي في الاتنين مع بعض الى اخره؟ مفروض لما تدرس عند بروتستانت تكون مخلص ليهم، ما تخونهمش وانت عندهم، وايضا في نفس الوقت ما تخونش كنيستك. إن أردت إنك تبعد عن الحرج ومالكش دخل بدي ابعد خالص، إن ما أمكنش وكنت ضروري تدرس، درس الأشياء المشتركة في العقيدتين اللي لا يلومك عليها أرثوذكس ولا بروتستانت، فيما حاجات كثيرة مشتركة تقدر تتكلم فيها. عايزين النطق الصحيح وأيضا المعنى في المزمور 50، تسمعني سرورا أو تسمعني، تسمعني سرورا يعني تخليني أن أنا أسمع سرور وفرح، فتبتهج عظام المتواضع، يعني الخطية فيها دموع كثيرة وفيها انسحاب كثير، والمرتل عايز ربنا يريه بهجة خلاصه لكي يسمعه سرورا وفرحا.